المرة. تمام. يورك جريت، ما شاء الله عليكي. حبيبتي ثانك يو. قولي لي شو مضايقك؟ حابة أحكي معك بموضوع بشرتي، حاسة إنه ما فيها نضارة. شوي بيليك، ما فيها لون، فحابة أعمل إشي اللي يصير فيه شوية فريشنس. يعني هلا كمان جايينا مناسبات. هلا كلها بعد العيد، كل الناس، كل الأعراس، كل المناسبات. يس. يعني بدي أريح بشرتي من الشمس ديورينج رمضان، فقلت بدي أستغل هذا الإشي. ما بعرف إيش تقدري نعمل إنه أحس بشوية فريشنس. سبيشلي مع الميك اب، يعني بس احط ميك اب بحس بيحول شوي. ايوه بالضبط. اوكي. اوكي تمام. هلا احنا حكينا المره الماضيه، كنا حكينا بهذا الموضوع، قلت لك خلينا نعمل كمان فحوصات دم قبل ما نبلش باي شيء، على اساس نشوف اذا في مشكله داخليه، ليش بتحسي ان وجهك شاحب، ليه ما بتحسي بهاي النضاره، وكانت امورنا تمام. تمام. سو هلا نرتب معناته شيء نعمله قبل العيد، وهذا الشيء كثير منيح، انا كثير مبسوطه صراحه. بالضبط، انا قلت اعمله هلا واكسب شويه وقت عشان ياخذ كمان. برافو عليكي، برافو عليكي، لان احنا اصلا بدنا جلسات، الشغله ما بتيجي بالصبح والليله صراحه. اكيد في اشياء ممكن هيك بقول لهم علاج طوارئ، بس دائما بنفضل نحضر البشره قبل بوقت، نعطيها رونق، نعطيها نضاره. اخر مره عملنا هيدرافيشن امتى كان؟ يعني كثير قديم. زمان. حرام، البشره بدها تجديد خلايا. بدها تجديد خلايا. الهيدروفيشل رح يقول رح نعمله اللي هو تنظيف للبشره. اوكي، بس مش انت عارفه عنه، تنظيف طبي. اوكي، على اساس هون في شويه المسامات الموجوده هون، هي لانها ليش بتتوسع، بتزيد تتوسع، ما عفوا الاوساخ الخارجيه، الميك اب ما بنشيله صح، التعرض للشمس والتعرق بوسع المسامات. عداك ليش الشمس انت انت عارفه انا بدي التعرض للشمس. معناته هلا نحضر قاعه الهيدروفيشل. اوكي تمام، عشان نشوف البشره ننظفها ونشوف كمان شو احنا رح نحتاج. يلا تمام نورا، هلا بدنا نبلش الهيدروفيشل. انا حبيت اجي اشوف عشان نحدد بالضبط شو اللي رح نعمله اليوم. طبعا بدي ارجع بس اعطيك هيك بريف سريع شو رح تعمل لك جلسه الهيدروفيشل. هلا الهيدروفيشل رح يشمل كل الشوارب الموجود بالبشره، لانه له اكثر من مرحله رح نشتغل عليها.